السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الـ US Box Office. وفي حلقة النهاردة هستعرض لكم ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية، وبالتحديد في تاني أسبوع من شهر يوليو لسنة 2024، وهوضح لكم كمان ميزانية وأرباح وتقييم كل فيلم. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم الأكشن The Fool Guy، واللي جاي بتصنيف أكشن كوميدي ودراما. والفيلم حصل على تقييمات 7/10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 117 ألف صوت، وحصل على 87% من تقييم الجمهور وعلى 82% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 130 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 870 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 10 أسابيع عرض 177 مليون و15 ألف دولار. What are you doing later? Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. أما المركز التاسع فجي فيلم الجريمة The Bike Riders، واللي تراجع من المركز السادس للمركز التاسع في ثالث أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف جريمة ودراما، وحصل على تقييمات 7.1 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 16 ألف صوت، وحصل على 74% من تقييم الجمهور وعلى 81% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 40 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 1.280 مليون ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 29 مليون و711 ألف دولار. Some people would rather crash than slow down. أما المركز الثامن فجي فيلم الأكشن الهندي كالكي، واللي تراجع من المركز الخامس للمركز الثامن في تاني أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أكشن مغامرة ودراما، وحصل على تقييمات 7.8 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 35 ألف صوت، وحصل على 90% من تقييم الجمهور وعلى 83% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 1.834 مليون ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 9.818 مليون ألف دولار. ఇంకా తొలి ఊపిరి కూడా తీసుకొని ఈ బిడ్డ కోసం ఇంకెంతమంది చనిపోవాలి. وفي المركز السابع جه فيلم الدراما الجديد Sound of Hope، واللي حصل على تقييمات 7.5 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 727 صوت، وحصل على 97% من تقييم الجمهور وعلى 79% من تقييم النقاد. الفيلم حقق إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه 7.046 مليون ألف دولار. I can't give him back. We gotta work on this together. وفي المركز السادس جه فيلم الدراما هاريزون أن أمريكان ساجا شابتر 1، واللي تراجع من المركز الثالث للمركز السادس في تاني أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف دراما وغرب أمريكي، وحصل على تقييمات 7.1 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 7500 صوت، وحصل على 71% من تقييم الجمهور وعلى 48% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 100 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 5.361 مليون ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 23.400 مليون ألف دولار. I'm just saying that's something you might want to keep in mind. You think? أما المركز الخامس ف
فجي فيلم الاكشن باد بويز رايد اور داي، واللي تراجع من المركز الرابع للمركز الخامس في خامس اسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف اكشن مغامره وكوميديا، وحصل على تقييمات 7/10 على موقع IMDB باجمالي تصويت 30,000 صوت، وحصل على 97% من تقييم الجمهور وعلى 64% من تقييم النقاد. وصلت ميزانيه انتاج الفيلم ل 100 مليون دولار، والفيلم حقق الاسبوع ده ايرادات 6,651,000 دولار. وبكده يكون حقق اجمالي ايرادات عالميا في خمس اسابيع عرض 361,845,000 دولار. اما المركز الرابع فجه فيلم الجريمة الجديد ماكسين، واللي جاي بتصنيف جريمة ورعب. والفيلم حصل على تقييمات 6.9 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 6700 صوت، وحصل على 78% من تقييم الجمهور وعلى 74% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 6,705,000 دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 7,795,000 دولار. I don't like walking out here with that freaking Night Stalker guy in the loose. The Night Stalker. Night Stalker. Night Stalker is terrorizing Los Angeles. I can handle myself. So said every dead girl in Hollywood. وفي المركز الثالث جه فيلم الرعب A Quiet Place Day 1، واللي تراجع من المركز الثاني للمركز الثالث في ثاني أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف دراما رعب وخيال علمي، وحصل على تقييمات 6.8 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 31,000 صوت، وحصل على 73% من تقييم الجمهور وعلى 87% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 70 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 20,605,000 دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 180,220,000 دولار. It's the end of days. No more people. No more New York. No more nothing. أما المركز الثاني فجه الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن Inside Out، واللي تراجع من المركز الأول للمركز الثاني في رابع أسبوع عرض ليه. الفيلم جاي بتصنيف أنيميشن مغامرة وكوميديا، وحصل على تقييمات 7.9 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 68,000 صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 91% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 200 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 30,314,000 دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أربع أسابيع عرض 1,234,000,000 دولار. That's a preview of the next 10 years. Come on, Riley needs us. Have I ever steered you wrong before? Many times. أما المركز الأول والمتصدر البوكس أوفيس الأمريكي للأسبوع ده فيلم الأنيميشن الجديد Despicable Me 4، واللي جاي بتصنيف أنيميشن مغامرة وكوميديا. والفيلم حصل على تقييمات 6.3 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 7900 صوت، وحصل على 90% من تقييم الجمهور وعلى 54% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 100 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 75 مليون دولار. وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 240,243,000 دولار. وبكده خلصت حلقتنا عن اخر اخبار افلام البوكس اوفيس الامريكي، فبتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ومستني دعمكم ليا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.